استشاري ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وجراحتها. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وشويه هقول عليه تخصص، مش شويه، هو تخصصي جدا في المخ والاعصاب، عشان اي حد كتير بيعالجه غير متخصص مخ واعصاب، وده حاجه من الحاجات القليله. هنتكلم عن حاجه، مرض اسمه الديسفيجيا. الديسفيجيا في حاجه اسمها البالبر نيرفز اللي هم 9 و10 و11 و12، العصب التاسع مني، كلهم التانيين بيساعدوا معي في عملية البلع. في ناس بيحصل جلطة او بيحصل مشكلة تنميه او عملية في حتة اسمها السيربيلو كونتاين انجل في المخ، مثلا بعد ورم في المخ او حاجة، فيجي يتفاجئ بعد العملية او يجيله او بعد حادثة يحصل تجمع دموي في المكان ده، فيتفاجئ انه جه يبلع مش عارف يبلع، عندي صعوبة في البلع وبشرق كتير ومش عارف اتنفس كتير. عندنا بقى برنامج كبير قوي بنعمله، بنعمل حاجات كتير قوي، برنامج حوالي 3 ساعات تقريبا، بنعمل على عضلات كلها، بتبقى عبارة عن تمارين وتنبيه لعضلات البلع، بنعمل تنبيه كهربائي، بنعمل تنبيه بحاجة اسمها الفايبريشن، بنعمل حاجة اسمها العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي، بنعمل ليزر، بنعمل حاجات، بنعمل تمارين بشكل معين ان احنا نحرك الحاجات دي. وبنبدأ بعد زي ما قلنا الجلسة حوالي 3 ساعات كلها عبارة عن تنبيه لعضلات البلع، والحمد لله النتيجة بتبقى هايلة جدا. الجلسة زي ما قلنا حوالي 3 او 4 ساعات على حسب التقنيات كلها اللي بنستخدمها حديثة. دي حاجة خاصة بالعضلات الصغيرة، ده اسمه بوينتر استيميوليتور. حتى يعني لو انت، انا كمان ما قللها عشان لسه ما يتوجعش، بس شايف عضلات البلع اشتغلت ازاي، شايف الكونتراكشن اللي بيحصل، شايف تمام. طبعا الجلسة بتستمر حوالي نص ساعة تمام. احنا يعني بندي للناس ايه، جهازين او مثالين من الاجهزة يعني ايه اللي احنا متخصصين بيها، يعني موضوع حوالي 6 او كم جهاز، 8 اجهزة، احنا 7 اجهزة غير التمارين المنازيل، 7 اجهزة غير التمارين. فاحنا بس هنديكوا كده جهازين، بنوريكوا بس ازاي احنا بنقدر ننبه عضلات البلع. هذا العين ان شاء الله جلسة يعني التالتة للستة بيكون بدأنا نبلع، وبالتدريج بنزود البلع وبتشتغل عضلات البلع بتاعنا. دي كانت نبذة كده عن، بنبدأ نعمل حاجة تحريك برضو للفوكال كوردس، بنجيب اللي هي التنج ديبريسور وبنبدأ نعمل له تمارين. جلسة بتبقى عبارة عن تمارين، بنعمل ليزر، بنعمل فيها علاج بالمجال الكهرومغناطيسي. الجلسة زي ما قلنا وقتها طويل جدا، بس بتبقى مفيدة جدا في حالات الديسفيجيا. دي حاجة نادرة ونادر ان حد بيعرف يعالجها، فقلنا نعرفها للناس. اتمنى اكون فدتكم في حلقة النهاردة.